مش هتقولي لي بقى انت مخبيه عليا ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ والسرحان ده كله ايه سببه؟ كمان بقيت بتحاسبنا لو فكرنا؟ طب جربي تقولي لي، مش يمكن اقدر اساعدك؟ ابوكي جامد يا بت. بابا انا مش مرتاحه، انا عايزه اسافر. اوكي، ممكن اعرف اصلا انت ليه جبتنا هنا؟ عشان ده الطبيعي. لا مش الطبيعي، الطبيعي ان انا اكمل دراستي واتخرج. ماشي ماشي، حد قال حاجه؟ بصي اسحبي اوراقك وانا مستعد اسجلك في اي جامعه تختاريها هنا. موافقه، انا ممكن انزل مصر اسحب اوراقي واجي. لا انت هانم، تروحي سافري مصر وبهدلي نفسك، انت كل اللي عليك تقعدي هنا ها والورق يتسحب ويجي لغايه عندك. يلا فكري وانا مستني قرارك. تفكي بقى كده بقى، انا بحب القهوه من ايدك قوي على فكره، بعمل لك واحده تانية. الله، تسلم ايدك.